بمناسبة العمل في احنا النهاردة بنجهز النقابة بتجهز مشروع الإنابة القضائية هتعملها النقابة. احنا كنا الأول أسندناها لشركة تعبونا وفضلوا يلعبونا في بأدواتهم، وإحنا طبعا مش خبرة في النت ولا في الإجراءات دي، جبنا متخصصين بيعملوا حاجة خاصة لنقابة المحامين. دي هتبقى وسيلة من وسائل عمل المحامين، لأنها توزيع عمل في أماكن مختلفة هنحتاج فيها لمحامين شبان في كل محافظات الجمهورية، هيعملوا بأجر أو هيتعملوا بمكافأة نتيجة هذا العمل بحساب في سيستم اقتصادي هيبقى بيلم هذا المشروع جاري. هنعلن عنه في التوقيت، هنعلن عنه في التوقيت المناسب، هنعلن عنه في لما تكتمل كل أركانه، علشان نبقى وفرنا للمحامين عمل مضاعف.